معرضة في كثير من الأحيان مستمعينا مستمعتنا البعض المشاكل هي تسمى كذلك مشاكل صحية خاصة بالبشرة، بقع، بثور، مجموعة من المشاكل. الكلف من ضمن هذه المشاكل هذه اللي كتعاني منها المرأة بالخصوص، واللي صراحة هذا المشكل متعب نفسانية، لأنه فيه هذه الإشكالية ديال كيفاش أنك تكاموفلي ولأنك تغطي هاد البقع هذه. مع البروفيسور ليلى بن زكري أستاذة بكلية الطب الرباط وعضو بالفريق العالمي للبحث حول البرص، معاها حل بإذن الله مشكل كلف. صباح الخير بروفيسور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتورة ليلى، مرحبا. إذن مشكلة الكلف يعني تظهر نتيجة مجموعة من العوامل، مجموعة من الأسباب. أولا تعرفوا غير على الأعراض يعني ولا شنو هو الكلف، إذا بغينا نعطيه تعريف مبسط دكتور ليلى بن زكري. الكلف عبارة على بقعات سوداء ولا قهويين تيجيو في الجبهة، تيجيو في الحناك، تيجيو قدام الفم، وتيكونوا في الحمل ولا ملي المرأة تتاخد الكينة ديال منع الحمل. نعم. ولا تتشاف حتى عند واحد الرجال اللي تيكون عندهم بحال دابا كانسير البروستات وتاخدوا هرمونات. ايه تماما تماما. إذن هذا المشكل ديال الطبايع بحال اللي تيعرفوا العيالات الحوامل كلهم تيدوز من بعد الحمل، حيت تكون الكلف ماشي غير في الوجه، تيجي في الحمل، في الصدر، في الريوس، في البزل، في الكرش. إذن تدريجيا ملي المرأة تتولد من بعد 4 شهور ل 6 شهور ديك الكحوليه تتمشي. كاينه ما كتمشيش منه هذيك الكحوليه. اييه هذيك الكحوليه بعد النوبات ما تتمشيش، حيت كاين عوامل اخرى في المغرب. انتينا عارفه احنا دائما الشمس. نعم. والعيالات تيتعرضوا بزاف للشمس. نعم. ثاني حاجه كاين العيالات اللي تيحكوا وجههم بالكيس، بيديهم، بالكوماج. كل ما المراه حكت وجهها كل ما تيتحال. نعم. كاين عاوتاني العيالات اللي تيديروا البارفان، العطر في الوجه ديالهم حتى هو يمكن له يتفاعل مع الشمس. والاحمرار ديال الوجه، حيت المرأة تتكون معرضة بزاف للاحمرار ملي تطيب، ملي تدير الرياضة، ملي تتمشي للحمام البلدي تتخرج حمراء. نعم. وملي تضرب لها الشمس راه هي تتكحل. نعم. بعض العوامل الوراثيه حتى هي ممكن تكون دكتوره ليلى. كاين العيالات اللي سمرات. أيه. تيكونوا معرضين اكثر من العيالات اللي بويض. البيضات. نعم. اذا كل ما المراه ولا الرجل تيكون سمر كل ما تيتعرض للكحوليه اكثر. نعم نعم دكتورة. إذا هي بقع كما قلتي كحلة كتكون يعني في هذه المناطق اللي ذكرتي، ولكن كتستقر بشكل كبير على مستوى الوجه، المجموعة من العوامل، مجموعة من الأسباب. طيب تشخيصكم يعني لهذه البقع، واش يعني كتعرفوا يعني فوريا أنه راه كلف، ولأن بعض البقع اللي ممكن تزال يعني عن طريق بعض العلاجات ربما الفموية أو كذلك المتطورة دكتورة؟ هي المشكل ديالها الطبيعي يمكن ما يكونش كلف بحال اللي قلت لك، لا كانت الاحمرار كله يؤدي للكحوليه. بحال دابا كاين امراض اللي تيعطيو الاحمرار بحال لوبوس، بحال امراض اخرين، ولا غير التهاب ديال الوجه يمكن له يرجع كحوليه بلا ما يكون كلف. نعم. وفي هذا في هذه الحاله الدواء ماشي هو نفس الدواء. اذا اولا تنشخصوا تنشوفوا فين جاو هاد الطبايع، واش فقط في الوجه ولا في بلاصه اخرى، حيت لو كان في بلاصه اخرى ما تيبقاش كلف. ثاني حاجه عندنا واحد لا لوميير دووت، واحد الضو زرق تنشوفوا فيه السيده في قلب واحد البلاصه شويه مظلمه. نعم. باش تنعرفوا بالضبط واش ديك الكلف سطحي ولا داخلي ولا بجوج. نعم نعم. اذا يمكننا نشخصوا بالضبط العمق ديالو، العمق ديالو، المساحه ديالو. نعم نعم دكتوره تفضل. اذا لا عرفنا واش سطحي ولا داخلي يمكننا نعرفوا واش هاد السيده تجاوب مع
الدواء ولا ما تجاوبش معاه. نعم نعم. والنوعية ديال الدواء معلوم اللي يمكننا نعطيه. نعم نعم. يعني يعني العمق يعني عمق هاد لاطاش هذه هي اللي كتحدد نوع العلاج دكتوره ليلى. معلوم حيت في الجلد كاين الجلد السطحي والجلد اللي في الوسط والجلد الداخلاني. نعم. اذا كل ما كانت الكحوليه الداخل كل ما صعيب بزاف تمشي. نعم. كل ما كانت سطحيه كل ما يمكن نزولوها بسهوله. نعم. وهو متعلق كذلك بديك الماده ديال الميلانين دكتوره ليلى. بالضبط بالضبط. هو الخلايا باللون اللي سميتهم لي ميلانوسيت يصوبوا لا ميلانين، وعلى حسب واش السيده بيضاء ولا سمراء عندنا واحد النوعيات الميلانين اللي تتختلف. نعم. كاين لا ميلانين ديال الناس العائلات الصقراء اللي عندهم الميلانين ضعيفه غوص ما تتكونش كحله، واللي سمرات بزاف عندهم لا ميلانين كحله بزاف. وجود امراض الغده الدرقيه ممكن يكون كذلك سبب دكتوره في ظهور الكلف. ظهور الكلف ما تيكونش مع الغده الدرقيه، ولكن المشكل ديال الغده الدرقيه ملي تتكون اون هيبرتيرويدي تتخدم بزاف تيكون واحد الطبايع قدام العينين. نعم. ماشي بحال اللي قلت لك قبيله في الجبهه وفي الحناك وقدام الفم. نعم. يكون تيزورو قدام العين. نعم نعم نعم. يعني في العلاج يعني من بعد الحمل ممكن تمشي هذه البقع عادة يعني من تلقاء نفسها دكتورة ليلى في غالبية الحالات، وربما كتستغرق عدة شهور يعني خصوصا عند وضع المولود وانتهاء الحمل ولا المرأة ملي كتوقف حبوب منع الحمل، ولكن كاين شي بقع اللي كتبقى مزمنة. علاش هذيك البقع كتبقى مزمنة وكتصاحب المرأة طيلة حياتها دكتورة ليلى بنسكن؟ هي من بعد الحمل خاصة من بعد الرضاعة عاد يمكن الطبايع يمشيو، حتى مدة الرضاعة كاين بزاف ديال الهرمونات. نعم. داكوغ. نعم. دونك خاصة نعينو على الأقل 6 شهور إلى 8 شهور من بعد الرضاعة، ولا 6 شهور ولا 8 شهور من بعد اللي تحبس الكينة ديال الولادة، باش نشوفوها واش هي هاد الطبايع يمشيو تلقى نفسهم ولا يبقاو. نعم. ولكن العيالات تيكونوا شويه مزروبين، هادشي طبيعي. هادشي طبيعي. ملي تيكونوا مزروبين تيحاولوا تيحسبهم لحقوا بالكيس ولحقوا وجههم راه ديك البقع يمشيو، ما تينتبهوش تيتعرضوا للشمس، تيتعرضوا في الطياب بزاف ديال الالتهاب والحمرار. كيخلطوا بعض الخلطات دكتوره ليلى بالزكري كيديروا بزاف ديال الخلطات. بحال دابا الصابون البلدي قبيح بزاف للبشره، لا للوجه ولا للذات، وهما في العادات ديالنا تيديروا بزاف د الحوايج. الحنة اللي جاك على بالك راه تيديروه. البساطه. نعم. زعما معروف هادشي، ولكن المشكل هي تي معلوم ملي تيكون التهاب وتيبقاو يقيسوا بديك الطبعات تيدخلوا ما تيبقاوش سطحيين. نعم. تيرجعوا لداخل، اذا تيكون اصعب باش تزولهم وتيبقاو لهم. طيب دكتوره العلاج باذن الله غدا غنتكلموا عليه، وكل سبب عنده علاج معين. كاين هرمونات كتدخل كذلك يعني في هذا الصدد هذا، كاين طرق وتقنيات جديده ومتطوره هي داخله في العلاج. غدا باذن الله غنكملوا في هذا الموضوع هذا دكتور ليلى بن زكري، استاذه بكليه الطب بالرباط وعضو بالفريق العالمي للبحث حول البراز. الى اللقاء.